هي سميت قرى سلام نسبة لسلامة ناسها، وناس مسلمين وناس طيبين، ناس مسالمين، ناس ما عندهم مشاكل أبدا، ناس مساكين بيعيشوا حياة بسيطة جدا ومبسطة قدر حدودهم، ما عندهم أي إشكالية أصلا. ولكن المشاكل اللي قاعد تجي في قرى سلام هي مشاكل بتجي عن بعد، بيستهدف بها منطقة قرى سلام نسبة للعشوائية بتاعتها ونسبة للبساطة بتاعت ناسها وكده يعني. العيش ده اقل من 25 جرام، والعيش ده نحن بنعاني منها شديده، والرقم انه هو اقل من 25 جرام هسه حاليا خلصان وما في عيش. احنا هسه الساعه 11 او 10 صباحا ما في عيش من الصباح، السمن والدقيق خلصان، والافرام كلها هنا في الافرام العمال كلها قاعده عاطله. بقنعنا انه الفايل ده جاي من المحليه، الفايل ده بيكون فيه شهادة مواطنة، بيكون فيها شهادة سكن. شهادة السكن دي معروفة انه مدتها شهر، لكن اخواننا المساكين بيعتبروا ان الورق ده خاص بالتخطيط. ممكن في ناس طلعوه بألف جنيه، في ناس طلعوه بخمسة ألف، في ناس طلعوه بألفين. يعني اي زول بيأكل ورا التاني من المحلية لغاية المواطنين. مخبز بانتي انتو زي ما شايفين يا جماعة المخبز بيعاني معاناة ما بعده. يعني المخبز ده في اليوم يمكن بيجيب ليه حاجة بتاع 8 شوال، وهنا الحصة طبعا ضعيفة جدا نسبة لكثافة سكانية بتاعت المنطقة، كثافة كبيرة جدا جدا، والحصة اللي قاعد تجينا بصراحة حصة ضعيفة للغاية، هي ما بتخطي تماما، ودي خلقت مشاكل ان المواطن بتاعت قرى السلام يعاني يعني معاناة ما بعده. فهم واقفة وما في عيش خالص، يعني احنا دارين عيش نمشي مسافة بعيدة نمشي نجيب العيش، يعني نمشي مسافة لدرجة انه كم كيلو من المترات نمشي نجيب الخبز ونجي. مواطن قرى السلام قام بجهده الخاص على اساس انه يقوم بمعالجة جزء من الاشكاليات اللي قاعد تواجهه في المنطقة دي، ولكن مع ذلك ما زالت مشاكل موجودة في قرى السلام، مشاكل بجلة جلة من الاشكاليات. والاساس انه المنطقه دي هي منطقه حيازيه، ما فيها تخطيط، ما فيها خدمات. المويه بنجيبها من السهريج، السهريج ده له قريب كم 30 سنه. السهريج ده لا يوم ولا بيتعقم لا بيتنظف، بس بنشرب. اللي عنده قروش بيشرب، ما عنده قروش بنقول ممكن مسافه طويله. يعني حياه موجوده هنا حياه بطاله للغايه، حياه انسان قرى السلام حياه منتهيه صلاحيه. نحن الان لا نمتلك مؤسسات تعليميه، كل الخدمات ما عندنا، كنا بنوجد جثث ملقية على الأرض في الشوارع قرى السلام. في النهاية الجريمة بتتوجد إنه هي ما تمت في قرى السلام، كتكون تمت في أي منطقة أخرى، والجثث الشال تجي تترمي في منطقة بتاعتنا هنا على أساس إنه هي منطقة عشوائية ومنطقة معنية بمشاكل وإشكاليات كثيرة. دي السبب اللي خلينا انه نحن دائما متهمين بمشاكل ومتهمين بجرائم، ولكن اتضح في النهايه انه مواطن قرى السلام هو مواطن مسالم جدا ويعيش حياه بسيطه. يعني حياتنا هنا حياه قرى السلام حياه بسيطه جدا.